نتوقف معها مع الصحفية مياه النيل مبارك. مياه النيل عن تحقيق نشر اليوم عن تجربة خاضتها في عالم التسول وكتبت تحقيقها تحت عنوان محققة الصيحة تقتحم حياة المتسولين. تمارس المهنة لأيام عالم التسول فصول من الفانتازيا والكوميديا السوداء. معي عبر الهاتف الأستاذة مياه النيل. السلام عليكم أستاذة مياه النيل. وعليكم السلام والرحمة. أهلا بك عاشت الأسامي. يجيك العافية. جربتي ممارسة التسول لأيام واقتحمتي هذا العالم الكبير والغريب، احكي لنا عن هذه التجربة في عجالة. والله أرحب بقناة السودانية 24. أهلا بك. وكانت تجربة صعبة شوية، ففيها بعض المغامرات خاصة فيما يختص بالكشيات، وبعدين هم بيقعدوا في شتات يعني صعبة القعاد فيها في الشوارع في الشمس، يعني كل غرضهم الأول والأخير إنه الشهدة، ففيه تعب شديد يعني بجد والمغامرات. وهم حكوا لي من خلال تجربتهم بأنه يعني الواحد يعمل حسابه، لأنه الشرطة لو قبضتها بودوك السجن تقعد أسبوع تقعد كم يوم، بعدين فيها جلد برضو زي 10 سيطان كده بتاخده وبعد ذاك بتمشي. ما هي تركيبة هذا المجتمع؟ كيف يعملون؟ ويكثر الحديث عن أن هناك عصابات منظمة، ويكثر الحديث عن أن هناك محتاجين بحقيقة. ماذا وجدت داخل هذا المجتمع في هذه التجربة؟ والله هنالك يعني بعض الناس فعلا محتاجين، لكن في بعض الناس فعلا يعني تستخدم عصابات منظمة، وبيكون عندهم زعيمهم بيشيلهم بالعربية ويودوهم، لأنه أغلبيتهم بيكونوا معاقين وبيجوا يعني يرحلون بالعربية مقابلين للزول ده مبلغ معين من المال مقابل الشغل ده. هل صدفت في هذه التجربة بعضا منهم؟ هل عملت معهم؟ أيوة. هل صدفت من هذه المجموعات؟ هل كنت في داخلهم وعملت معهم أيضا؟ أنا يعني هم حكوا لي من خلال يعني ونستهم معي، هم حكوا لي قالوا لي يعني أنا قلت لهم أنا عايزة عارف انتوا بتسكنوا وين وكده، يعني لانه انا جاي من الولايات وذولا يعني محتاجه جيت احطهم وكده، فهم وصفوا لي الكلام ده في ام درمان، وصفوا لي الطريقه وكده واي حاجه، لكن يعني ما حاولت مثلا يعني كان تتبع. الزمن يعني لا يسع، دائما الشغل ده بكون هم بيجوا الصباح البدري بنزلوهم والمساء يعني توقف متاخر بيسوقوهم. طيب يعني ما هي أبرز النتائج التي توصلت لها من خلال هذه التجربة التسول؟ والله توصلت لأنه في ناس يعني هم لقالهم زي شغل، يعني الشهدة دي لقت لهم شغل ما في طريقة تانية يتخلوا عنها، فلقت زي أكل عيشهم، وهم بيعتبروا أنه الشرطة والكشة محاربتهم ليها تعتبر دي تعطيل لدوراب العمل بتاعه. وهم قالوا يعني نحن مفروض يكون عندنا زول يكون مسؤول مننا على أساس إنه يشوف الموضوع ده، لأن هم لو توقفوا عن هذا العمل يعني يمكن ما يلقوا لهم جهة تانية تدعمهم، خاصة إنهم قالوا غير متعلمين يعني أغلبيتهم وكده. نعم شكرا جزيلا لك. كمان في إشكالية تانية فيما يختص بالأطفال، تفضلي. يعني بيسقوهم الأدوية بتاعت القحة دي على أساس إنه يناموا طول اليوم وكده، يعني بيشيلون برضو في الشمس الحارة ويجار ب50 وكده. شكرا جزيلا لك الصحفية مياه النيل مبارك، شكرا لك. سلام.